ماشي مقابلة كانت يعني متكافئة ما بين المنتخبات جوج جزئية صغيرة يعني خلات المنتخب المصري يفوز علينا في الأشواط الإضافية، ولكن كنهني اللاعبين على المجهود ديالهم وكيفاش تعاملوا مع المقابلة. غادي نزيدو نخدمو إن شاء الله باش نتحسنو ونواجهو الماتش ديال البراج ضد كونغو بواحد المستوى أحسن من المقابلة ديالنا. ياسين نفس السيناريو تعاود 2017-2019 ودابا ياسين نفس الإخطاء. الكرة هي هادي، ما عندك ما دير، الواحد كيدير اللي عليه الكرة هي هادي، الواحد يعني تيدير المجهود ديالو. جزئيات صغيرة كنا نقدروا نسجلوا في الأخير، ما سجلناش، فينا أشواط إضافية، كرة مباغتة يعني تصيدنا فيها، ما عندك ما دير، الواحد يستافد من الأخطاء ويزيد يعني يواجه هادشي اللي جاي إن شاء الله بواحد المورال اللي حسن. وكيما قلت لك هاد الحجم ديال المقابلة غادي يعاوننا باش نزيدو نتحسنو في الفريق. الميساج ديالك للمغاربة وسيم؟ كنشكر المغاربة على كاع التشجيع ديالهم، حنا شفنا كاع داك الفرحة اللي فرحوا، كنا تأهلنا الربوع، فكنا ناويين باش نزيدو نعطيوهم واحد فرحة أخرى. الكرة هي هادي، ما عندك ما تقول، واحد كيزيد يكمل، وكنتمناو في إحصائية ماتش بارز ديال كأس العالم نرجعو لهم الفرحة إن شاء الله. شكرا. Yeah.